هذا يسأل عن سؤال تكرر الجواب عنه، وهو الذي ما تمكن من العمل، مات ولم يتمكن من العمل، يدخل الجنة بإيمانه؟ نعم، اللي آمن بالله إيمان صادق ونطق بالشهادتين دخل في الإسلام، ثم قتل أو مات باغته الموت بعد إسلامه ولم يتمكن من العمل وهو صادق الإيمان، ولو تمكن لعمل، نعم هذا يدخل الجنة بإيمانه. نعم، لأنه ما ترك العمل تفريطا، وإنما ترك العمل لأنه لم يتمكن منه، فهو معذور.